لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. تم الاختيار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله. حياكم الله طبعا إلى هذا الشرح الجديد لطريقة سهلة لرفع صورك وفيديوهاتك برابط مباشر ومشاركة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ به. طبعا كثير من التطبيقات يقول لك مثلا كيف يقول لك التطبيق للحصول على رابط مباشر أغلبها تكون مدفوعة وليست مجانية. لا، الطريقة هذه عن طريق التليجرام طبعا ومجانية وكل شيء. لازم يكون عندك أول شيء تطبيق التليجرام. طبعا حاب أتكلم عن شغلة قبل أبدأ الشرح. طبعا لازم يكون حجم الفيديو ما يتخطى، أو حجم الملف اللي أنت بترفعه ما يتخطى 20 ميجا. إن تخطى أكثر من 20 ميجا فما راح يحول لك الصور أو الفيديوهات إلى روابط. طيب ننطلق سويا إلى شريط التمرير. هنا عندي رابط تحويل HT رسالتك رابط الروبوت رفع الملفات H رفع الملفات اسمه روبوت. طيب راح ندخل عليه. علامات التبويب سفاري إيقاف زر ننتظر إعادة التحميل زر تنبيه فتح هذه الصفحة في تيليجرام من علامة فتح سنعطيه فتح فتح تيليجرام المحادثات زر هذا هو روبوت توب 4 توب خدمة رفع الملفات بوت عنوان خدمة رفع الملفات. طيب راح نلمس بأربع أصابع في الشاشة لمسة واحدة. المحادثات زر توب أبدا زر ابدأ نضغط عليها أبدا الرسالة حقل النصي مباشرة راح يتفاعل معنا روبوت زر أرسال رد على رسالتك رد HTTP زر احتي رد على رسالتك نشوف أرسال رد على رسالتك توب 4 توب خدمة رفع الملفات كلمة تكمع سهم لأعلى فوقها 4 كلمة تكمع سهم لأعلى فوقها اهلا ومرحبا بك هذا الحساب الالي مقدم من مركزي وخدمه توك 4 توك كشيدا ارسال الوسائل الى اخره. طيب يعطيك تفاصيل عن هذا الروبوت. طيب راح نروح الى ارسال الوسائل ارسال الوسائل ارسال الوسائل الغاء جهه استفتاء الموقع ملف صوره او مقطع مرئي صوره او مقطع مرئي المحادثات مثلا عندي صوره راح احولها الى رابط ارسال مع صوره او فيديو ما تفرق. شريط التمرير الغاء شريط مقطع مرئي شريط التمرير الرئيسي 9 و100 في مقطع مرئي مقطع صورة مثلا تم الاختيار رسالة صوتية زر أرسال زر. أرسال رد على رسالتك صورتك رد على صورة أرسال الوسائل صورتك 28 شرطة مائلة طيب ننتظر أرسال صورتك 28 شرطة مائلة 06 شرطة مائلة 2020 7:39 متم رؤيتها. طيب. الأجراءات المتوفرة HTTPS هذا هو ردوا علي أرسال الوسائل رد على رسالتك توب 4 توب خدمة رفع الملفات علامة تدقيق تم رفع صورتي بنجاح صورتي في اطار رابط الصوره المباشر HTT تم رفع الصوره بنجاح طبعا تنطبق على الفيديو برضو. طيب كيف ننسخ هذا الرابط؟ فتح قائمه الرساله فتح قائمه الرساله HTTP نسخ زر راح فيه نحط نسخ تحويل نسخ زر نسخ وبكذا right نقدر نرسله صفحتي جوجل دوو واتساب تنبيه تويتر الان قام اذاعه الرياض بالتغريد تويتر طيب تنبيه لم يتم التعرف على الوجه جرب فيس اي دي مره جرب تمت مصادقه فيس اي دي رساله رساله انشاء تحرير لصفحه علامه التدقيق ارسال زر ارسال مش انشاء HTTPS رسالتك علامه تدقيق تم رفع صوره بنجاح صورتي في اطار رابط الصوره المباشر HTTPS اي نقدر نشاركه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. طبعا الله يعطيكم العافيه على دعمكم لي. نبي المزيد من اللايكات والاشتراك القناة. الله يسعدكم يا رب جميعا. 47 خلوي 7 ونشوفكم في شرحات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.